صباح الخير لكل المشاهدين كمان مرة بالورك اوت رقم 3 لهالاسبوع من اصل 6 بعد عنا اليوم بكره الخميس اكيد كمان كارديو فاسكولر كارديو كيك بوكسينج الجمعه بنرجع للفاين تيونينج اليوجولي نحن بنعمله خلال الاسبوع والسبت بكون عنا هاي انتنسيتي انترفال تريننج شفتوا كيف بنركب البازل وشفتوا كيف بنعرف شو عنا كيف بنستبق الامور بالرياضه تبعيتنا بنعرف كل يوم شو عنا وبنحضر حالنا على هالاساس اليوم الحلقه تبعت اليوم رح نحكي عن التشست ماسلز رح نشتغل على التشست ماسلز على البيكتوراليس ولكن بدي اياكم اكثر من هيك تروحوا لبعيد وتفكروا قديش هي بتكمل الحلقه تبعت امبارح اليوم لما الحلقات يترابطوا مع بعض مثل ما العضلات تترابط مع بعض لتساعدنا نأدي الوظائف الحركيه نحن لازم نكون عم نفكر بطريقه كرمال نقدر نبعد عن شيء اسمه ضعف بالعضلات يعني امبارح اشتغلنا على عضلات الظهر اشتغلنا على عضلات الكور اليوم رح نكمل البازل تبعنا ونشتغل على عضلات الصدر بتعرفوا شو بنعمل قبل بنروح على الصور بنشوف كم صوره قبل بنرجع بنبلش تمريننا بنبلش نعمل الاكسرسايزز هذا البيكتوراليس ميجر هو الفيجوال بارت من التشست تبعنا لما نطلع على عضله الصدر بنشوف عضلات الصدر بنكون عم نشوف بيكتوراليس ميجر خلينا نروح للصوره الثانيه بيكتوراليس ماينر العضله المتداخله شوفوا كيف مضلعه بثلاث رؤوس بنتقل لحركه رح فرجيكم اياها اليوم على سسبنشن تريننج كل مره عم نحط حركه او حركتين ماكسيموم على سسبنشن كلتشر لانه اكيد شغله كثير مهمه لازم تتعودوا تكونوا عم تشتغلوا بهالطريقه لازم تتعودوا تنوعوا بالحركات تبعكم تذكروا للناس اللي بيتابعوني بيتمرنوا ببيوتهم لازم يكون عندكم فرايتي بالاكسسوارز لازم كل اخر شهر تفكروا تجيبوا اكسسوارز صغير كرمال تقدروا تعملوا فرايتي بالتمرين تبعكم الفرايتي بالتمرين رح تعطيكم اكيد ريزلتس او رح تعطيكم نتيجه تكون سوليد اكثر خليني بلش بحركه كثير هينه بودي ويت ورك اوت رح اعمل بوش اب مين ما بيعرف عن البوش اب عاده كل الرياضه لما نحكي كلتشر رياضه بنقول بوش اب لانه كثير حركه مشهوره حركه كثير كومن اكسلنت درايفر لعده عضلات اون برايمري بيسز هن عضلات الصدر 10 مرات انا وياكم 1 2 3 4 5 6 7 8 9 و10 انا كنت بي برون بوزيشن وجهي للارض رح اروح هلا بطريقه كثير كلاسيكيه لما يكون عندي بنش او ستاب او حتى في قد هالحركه انا ونايم على الارض بريسنج تكنيك ام غانا بريس الويت بعيد عن منطقه الصدر اول شيء بروح لشيء مو ستارت بوزيشن رح اعمل دمبل بريس 1 2 3 4 5 6 7 8 معدي مشدودة 9 10 5 more to go that's 1 2 3 4 and 5 perfect سجلوا عندكم هيدي تاني حركة للتشست رح نشوف كم حركة رح نقدر نعمل بالوقت يلي معنا اياه بتعرفوا حركة تسقيفية اذا بدكم او تعليمية بامتياز يعني ما بعمل انا الحركة وبعملها على عدة ساتس انا بعمل حركة وحدة كل مرة بجرب قد ما في فرجيكم حركات لما تتمرنوا لحالكم اذا كنا عاملين او مستعرضين معكم خمسة او ست حركات فيكم تنقوا حركتين لثلاثة وتشتغلوا عليهم بين السات والاربع سات بين العشرة والعشرين ريبيتيشنز برجع بقولكم هيدا جلوبالي كل واحد عنده تارجت معينين لما يكون عم بروح على الجيم عم بنعمل له اسسمنت وعم بنعمل له اذا بدكم كل شيء دوكيومنتيشن خاصه فيه لنعرف كيف بدنا ندربه رح يكون الطريقه كثير مختلفه رح يكون عم نتوسع اكثر بالتمرينات تبعنا خلينا لكن نروح على السسبنشن تريننج الحلو بالجنجل جيم اكس تي انه منا مثبته على النص في كيف ما بدي العب بالوسع تبعها مشان هيك رح تكون تقريبا هي اوسع من الكتاف ومن هون اجري رح يكونوا على الارض رح ثبت جسمي من هون وانزل لتحت بحركه بوش اب مع التيل مشدوده اطلع لفوق وسكر للاخر That's two
3 بالانس اند كوردينيشن 4 5 6 7 8 9 10 and 10. على مهلي اللي قدام مش هقدر ادي هالحركه اذا معدتي ما كانت انجيج منيح، اذا المعده تبعيتي ما كانت عم تعمل سبورت لهالمنظومه كلها ولا هالحركه اللي عم اشتغل فيها. خليني ارجع على سوبين بوزيشن انا ومستلقي على ظهري، رح اعمل فلاي. اول وحده كانت دمبل بريس، هالحركه هلا دمبل فلاي، بعد شوي رح اعمل بريس فلاي، رح امزج بين الاثنين. واحد، الكوع لازم يكونوا متنيين شوي. اثنين، ثلاثة، أربعة، خمسة، كمان 10 more to go. That's 6 7 8 9 10. 5 more to go. 1 2 3 4 5. لتحت. عملية تقوية العضلات ما بتصير بين ليلة والتانية، صدقوني بعالم التمرين ما في طرقات مختصرة، ما في شورت كاتس. يعني الأمور اللي بتعملوها أوقات ليكون عندكم جسم حلو، عادة النصايح اللي العالم تاخدها من بعض الناس اللي بيقولوا لازم استعمال المنشطات ولازم استعمال ولازم استعمال، هذا كله بينطبق إذا بدكم الدارك سايد بالرياضة، العالم الأسود أو العالم السفلي تبع الرياضة. لأنه بأكد لكم أفضل شيء إنكم تتمرنوا بطريقة كتير منيحة، بطريقة كتير قوية، والأفضل أفضل تاكلوا بنظام غذائي كتير صالد كتير قوي كتير صحي. أحلى نتائج ممكن تاخدون لما تكونوا عم تشتغلوا بهالطريقة. اليوم الشورت كاتس مشهورين كتير للأسف بعالم الرياضة بالعالم كله وخاصة بلبنان. لازم الأهل توعوا لهالشغلة، كمان كل الناس اللي عم بينعرض عليهم هذا الموضوع من مدربين أو أخصائيين أو شو ما يكونوا هني، لازم نعرف إنه هذا شيء غلط ونقطع السطر. ما فينا نستعمل منشطات، نلعب رولات روسية ونقول مش حيصلنا شيء. الأبيوز تبع استعمال المنشطات خطر جدا جدا جدا. عم بحكي هذا الموضوع لأنه قبل موسم البحر في تهافت مخيف على هذا الموضوع. واسألوا حيالله طبيب، حيالله أخصائي أو أخصائي تغذية أو طبيبة حتى، بقولوا لكم المضار أو الأخطار الناجمة عن سوء استعمال المنشطات. منشطات هن أدوية، لازم يكونوا بإيد الأطباء فقط مش بإيد المدربين. I go for 5 more. That's 1 2 3 4 and 5 and 5. Perfect. على مهل لورا برجع على supine position لأنه رح أعمل هلأ شيء اسمه press fly، رح أمزج بين الحركتين. من هون على ظهري كنت عم بعمل press أنا وإيدي هيك، وعم بنزل وعم برسم 90 درجة ما بين الساعد والزند. رجعت عملت fly دمبل فلايز وتنيت الكواع شوي. هلا رح اشتغل بهالحركه لتحت مع تاني شوي الكواع بالاخر، وبرجع بطلع لفوق. That's one great. كمان وطلع لفوق. تمرين العضله من زوايا مختلفه مهم جدا. ثلاثه، اربعه، خمسة، ستة، رح روح لل 15، سبعة، ثمانية، تسعة،
10 I go for 5 more. 1 2 رح تكون اخر حركه لليوم. 3 4 1 more to go and 5. That's it. Perfect. بدي ارجع اذكر بمواعيدنا لهالاسبوع، بالاضافه لكل السيشنز اللي حترفقنا اكيد على الهواء لنهار السبت، ما تنسوا تنزلوا نهار السبت الساعة 6 او ابتداء من الساعة 6 المساء على البرايا بالزوق كرمال احلى هانبل كامب، تحضيرا للهانبل ريس اللي حيصير بسبتمبر. ما لكم الا على البيت بتقولوا ايام هانبل ووريور، هذه كلمة السر تبعيتكم. الصف عم بيكبر، الحماس عم بكون كتير حلو، والتمرين عم بكون كتير فعال وكتير افكتيف. بنتقل لعند رولا ولعند فادي. يعطيك العافية أمين. الله يعافيكم. اللي بيسمع بهيك عناوين وهيك نشاطات هانبل وورير بفكر إنه الواحد لازم يكون عنده لياقة بدنية كتير عالية ونشاط كتير كبير، هالشي صحيح؟ نشاط أكيد، ولكن لياقة بدنية عالية لا، هيدا الصف معمول ليصير الواحد عنده لياقة بدنية. الصف مقسم لعدة أقسام، في عدة أكيد نحن كوتشية عم نكون عم نتابع الموضوع، في اكزرسايزز بيكونوا ميكس لكل العالم، كل العالم فيهم يعملون، واكيد في اكزرسايزز بيكونوا مخصصه لكل واحد حسب الليفل تبعه، ولكن الصف كتير عم بيكبر، الجو عم بيكون كتير حلو، عم نحضر حالنا للهانبل ريس اللي حيكون هو the really 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 true obstacle race اللي حيصير بسبتمبر بالزعرور بمشاركة الام تي في بطريقة كتير قوية، مشان هيك نحن عم نجرب نحضر العالم قبل فينا. نحن رح نغطي الحدث. انتوا اكيد رح تكونوا مشتركين كمان. كمان؟ خلص بويف اذا فادي بيروح انا جاهزة. لأنه المشاركين بينطلقوا مثل هيك ويفز، كل ربع ساعة بينطلق ويفز اوف 200، فرح يكون في ويف اسمها ام تي في الايف. ليك نحن بنعرف لما فريق او عائلة ام تي في الايف بتجتمع ما في شيء مستحيل، وامبارح كان دليل على هالشيء، ومش غلط وحلو كثير انه الواحد يتحدى نفسه شو ما كان. قديش كان الجو امبارح حلو، قديش كان هالتيم بيلدينغ، بدنا نقول لها ميرسي كثير لزويا اللي كمان جمعتنا، وللام تي في اللي دائما بتجمعنا. ان شاء الله دائما مجتمعين نحن والمشاهدين كمان. صحيح. امين يعطيك الف عافيه. ثانك يو. جيت فيت. ستي فيت دائما. بريك قصير.